YouTube. Moga-moga napa saya sampai yakin kiai muslim tadi ya tambah ilmu semangat bagi kita semua, khususnya bagi yang hadir. Amin Allahumma. Untuk mauidatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus. Mohon maaf ada perubahan karena waktunya sudah cukup siang. Untuk rangkaian acara yang terakhir, yang keempat adalah pembacaan Yasin dan Tahmid yang akan disampaikan atau dipandu oleh Yang Mulia Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus dari Pasuruan. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu itu misalnya. Tahu gitu ya. Alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وخصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببهما ولأجلهما صاحب الحق والمقام حضرة الشيخ كيي الحاج قيب بن عبد السلام وابني فاطمة بنت عبد اللطيف أن الله يغفر له ويرحمهما ويعلي درجاتهما في الجنة ثم إلى أرواح المقتول أسمعوا بهذا الخطاش أنت أعلم بهم وبأسمائهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين على هذه النية وعلمنا وهم شيخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بيعهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونقدم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد ما
الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دنيا بهتين الرحمن يضل لا تخرج عن شفاعة شيئا ولا يوقدون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل لهم الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملتهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم أن نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقناه بمثله ما يركبون وإن نشأ نطلق فلا تجعلنا ولا هم يضرون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربكم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من يشاء الله خاتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا سحرة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شهور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من نسج العظيم ربا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
مخلوقا مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المفرد كل محزون سبحان المنفس كل مديون سبحان من خزائنه بين الكهف والنور سبحان الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج ثم نقول بل فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحمدك ونسألك أجلنا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجمالك وعيادك من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي عين نظيف ومشر ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا به من موجبات الندامة في الحال البال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحببنا ولمن أحسن إلينا وللمكتوب أسماءهم في هذا القرطاس أنت أعلم بهم وبأسمائهم خصوصا لمن اجتمعناهن بسببهما ولأجلهما صاحب الحبرة والمقام الغفر والبطمة المغفر حبرة الشيخ كياني الحطيب بن عبد السلام وزوجته إبني فطانة بنت عبد اللطيف وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله محمد
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وصل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله إلى روح من اجتمعها هنا بسببهما ولأجلهما المغفر لصاحب الحبرة والمقام حبرة الشيخ إلي الحد طيب بن عبد السلام وزوجته بني فطانة بنت عبد اللطيف أن الله يغفر لهما ويرحمهما ويغشهما بالرحمة والمغفرة ويسكنهما الجنة ثم إلى روح المكتوب اسمه بهذا القرطاس أنت أعلم بهم وبأسمائهم ولمن عمر هذا المعهد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا
هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Dan saya pernah dengan Kiai Sufyan Rufini ada ya keliling ke Kiai-Kiai pas waktu itu Kiai Abu Nasr di dalam pandang cerita tentang apa Kiai Toyib ini Kiai Toyib itu silaturahim ke Kiai-Kiai silaturahim itu ngomong ilmu gitu ya kalau sekarang kan ada silaturahim ngomong nopo Real Madrid ya Barcelona kan silaturahim. Ini ngomong ilmu ni. Tahu di mana? Sepeda macam dia, sepeda macam dia. Semoga dengan penyampaian manaqib Sohibul Khot Mbah Toyib bin Kiai Haji Abdul Salam menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu mengaji dan mengaji sesuai sabda Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Untuk rangkaian acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama atau mewakili pengasuh serta majelis keluarga Pondok Pesantren Syabilul Thayyib kepada beliau DRS Kiai Haji Anas Ma'ruf MPDI waktu dan tempat diaturkan. Allahumma salli ala Muhammad.